سمير غانم اتعلم الارتجال على المسرح من الضيف أحمد، صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا. غلط. غلط. طيب هو ممكن يكون ضيفة كان ماشي معايا في الارتجال حلو أو لدرجة أنا مرة سألت الضيف، قلت له ضيف أنا مش عارف هعمل إيه، يعني أنت ربنا مدي لك وشك لوحده يضحك، جورج قلبوز كده لذيذ والناس تشوفه ويضحك، وكان أحسن واحد في الوسط يعمل ست جورج فظيع. فقلت له أنا مش وحضرتك يعني عملت برضو ده عملناها ست بشنب صح؟ ده في المسرحية. وحواديت لما بتاعت يوسف عوف اللي هو بتاع يا فوزي أنا اسمي ساوسم يقولوا لي يا فوزي، دي كانت حكاية حكاية. وسهير الباروني طرس الله يرحمه، انا تعرف انا ما عارفه، انا بقيت متخيل نفسي لو في عروسه بالشكل ده. انت عارفه الضيف كان اول واحد يشتم على المسرح والناس تسقف له، لان انا في حته واقف بقى بالليل فستان والجزمه ده وبقول لهم يا بابا يا بابا بابا بابا، فجاه لقيت الضيف عامل زي عايزه ايه يا بنت الكلب، واحدة زي دي لازم تتشتم صريخ في الصالة وأولهم أنا. واحد مش ممكن أنت مش ممكن يا أستاذ سمير، أنا مش عارفة بجد. بص حريك أنا هعمل 29 حلقة طبعا وناقص حلقة مش مزبطة مع فورمات البرنامج، معلش نبقى نعيدها تاني. يعني دي زيها والتانية نقول مع بعد رمضان، بعد رمضان إن شاء الله. فلما بكلم الضيف كده قال لي بص، قلت له انا هضحك ازاي؟ قال لي ما في حد، قال لي انت هتشوف انت هتعمل ايه؟ قال لي انت بتموتني انا من الضحك. يعني اداني بوش كده جميله، والله اداني ثقه في نفسي حقيقي يعني. طبعا فكنت انا اللي بألف السكتشات، انا اللي بلحن الطبل، الحاجات دي كلها. طيب سمير غانم ندمان على افلام الثمانينات، صح ولا غلط؟ فيهم أفلام طبعا الواحد عملها كده، يعني اللي بيقول عليها المقاولات، ولو أنا مش مقتنع بكلمة أفلام مقاولات. الله يرحمه وسام العادل يقول لك هو تايتانيك ده مش مقاولات. فكان يعني ما بقتش فاهم مقاولات يعني إيه، كنا بنعمل فيلم في أسبوع. طب سمير غانم نجح في المسرح وفشل في السينما، صح ولا غلط؟ لا مش فشل، ما اعرفش اقول فشل، بس مش بنفس نجاح المسرح. لا طبعا مش نفس نجاح المسرح، بس لسه ما عملش اللي انا عايز اعمله بجد. ولو ان كل السنين دي طبعاً. وكل التاريخ ده والاعمال دي ولسه ما حققتش اللي كنت بتحلم بيه يا استاذ سمير في السينما. في السينما، في السينما. على الرغم ايه حلمك؟ على الرغم يعني اعمل فيلم دلوقتي مع التكنولوجيا الجديده، دلوقتي في مخرجين شباب عندنا روعه روعه وتفكيرهم رائع هايلين. ف بقول لك احنا كنا بنعمل فيلم في اسبوع، وده في مخرج الله يرحمه في داعي الذكر اسمه بيخرج وانا فيلم في اسبوع. فيلم بجد؟ والله كانت عامل ليه بتصوروا كام ساعه في اليوم؟ مفيش بقى على طول. كان في مخرج لذيذ قوي والله اسمه محمد ثروت، لذيذ قوي صاحب فرن ثروت اللي هو في جال مساعد، بيقول له يا استاذ الحته دي امورس. قال له ايه؟ قال له امورس. قال له امورس ابو العباس. يعني مش مشكله يعني، فتخيل انت. فكانت زمان وتقول لي ما كانتش مقاولات يا استاذ سمير. انا عملت فيلم وكسر الدنيا. الله يرحمه حسن الصيفي. كان في محمود عبد العزيز الله يرحمه اللي هو البنات عايزه ايه، حاجه كده البنات عايزه ايه، او البنت اللي قالت لا. انا عارف ان المرحوم رضا في كنت بعشقه، استاذ محمد رضا يجنن لما تقعدي معاه يوقعك على الارض. فعارف ان انا محمد رضا موجود في الفيلم خلاص رايح، بعدين لقيت عدويه وبيمثل العدويه بطريقته، وكان عدويه مكسر الدنيا. فبسال الاستاذ حسن قلت له الله مش ده دور رضا؟ قال لي قلت له امال رضا فين؟ قال لي ماله ده وحش ما حلو اهو.
على العدوية. رحت مغير كله، حتى رحت عامل حتة العدوية كانت مشهورة في الفيلم قوي، المفروض هو بيضربني، فرحت قال له يا عم عم يا صاحب الجمال ارحمني ده انا ليلي طال، راح هو ما تشوف لي جمال ومشيت الحتة تجنن. فكانت زمان زي تصدق انك بتقولها زي العسل، تيجي نعملها مع بعض تاني؟ ده تحت امرك. يلا عمي عمي يا صاحب الجمال ارحمني ده انا ليلي طال، ما تشوف لي جمال على قد الحال، يعوض صبر اللي قال عم يا صاحب الجمال الجمال صح تحبوه قد الود لابو. نرجع للجد تاني. انا خلاص انا اترفعت. لا فشل طارق النور لو شافني في الحلقة كده خلاص لا يتخلص مني. طارق حبيبي وكله حبيبنا كلنا حبيبنا كلنا. سمير غانم فشل في